السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبات الصف الثالث الابتدائي في مدرسة المجتمع الخاصة للبنات، أهلا بكم من جديد في حصة الدراسات الاجتماعية. سوف نكمل اليوم دروس الوحدة الخامسة بعنوان قيمي وأخلاقي. نتناول فيها الجزء الثاني من الدرس الأول بعنوان أساعد الآخرين. وأهدافنا اليوم لهذا الدرس أن تستنتج الطالبة فوائد تقديم العون والمساعدة، وأن تذكر الطالبة بعض أعمال المساعدة التي تقدمها أو قدمتها. أولاً، دعونا نسترجع معلوماتنا عن الدرس السابق الذي كان بعنوان أساعد الآخرين الجزء الأول، وهيا نجيب على هذا السؤال وأذكر بعض الأعمال التي تقوم بها لمساعدة الآخرين. في الحصة السابقة قلنا أن هناك عدد من الأعمال التي يمكننا أن نقوم بها لمساعدة الآخرين. نذكر منها: أقوم بتوزيع الطعام على المحتاجين، وأساعد أختي في فهم دروسها. بالطبع هناك العديد من الأعمال التي نستطيع القيام بها. ننتقل لهدفنا الأول، هو أن تستنتج الطالبة فوائد تقديم العون والمساعدة. دعونا نفكر معا، هل لتقديم العون والمساعدة فوائد؟ بالطبع هناك فوائد عديدة لتقديم العون والمساعدة، وتعود هذه الفوائد على الفرد والمجتمع، ومنها تنتشر المحبة والمودة والإخاء بين الناس، وينتهي الكره أو يزول. اثنان، ينال الناس رضا الله ومحبته عز وجل. الآن حبيبتي دعونا نجيب على هذا السؤال، ضع علامة صح أو خطأ. من فوائد تقديم العون والمساعدة لا يعبد الله عز وجل؟ نعم بالطبع، الإجابة هي صح، أن العبارة صحيحة. من فوائد تقديم العون والمساعدة نيل رضا الله عز وجل. الآن هدفنا الثاني، أن تذكر الطالبة بعض المواقف التي قدمت فيها المساعدة. دعونا ننظر إلى هذه الصورة. في هذه الصورة شخص يحتاج للمساعدة حتى يصل إلى هذا الباب، فكيف أستطيع مساعدته؟ هل يمكن أن نساعده؟ بالطبع يمكن أن نساعده ونقدم له المساعدة حتى يصل إلى ما يريد الوصول إليه. وبالطبع حبيباتي هناك العديد من المواقف التي قدمت لنا فيها المساعدة، وذلك يجب أن ندوم على تقديم المساعدة حيث وصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم. ولذلك يجب علينا الاستمرار في تقديم العون والمساعدة لكل من يحتاج إليها. وهنا تنتهي حصتنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق.